في القمة الكورية الإفريقية الأولى، رئيس الحكومة أحمد الحشاني يدعو إلى مراجعة النظام المالي العالمي لإضفاء مزيد من العدالة والإنصاف. وزارة الفلاحة تؤكد توفر حاجية الاستهلاك الوطني من الأضاحية. الكيان الصهيوني يكثف قصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزة، والولايات المتحدة توزع مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار. انطلقت اليوم في عاصمة كوريا الجنوبية سيول القمة الكورية الإفريقية الأولى تحت شعار المستقبل الذي نصنعه معا، النمو المشترك والاستدامة والتضامن. وفي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة، أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني ضرورة العمل الجماعي لإيجاد حلول مستدامة في إطار التعاون بين كوريا ومختلف البلدان الإفريقية من أجل السلام والرخاء في إفريقيا والعالم. كما شدد على أن مراجعة النظام المالي العالمي الحالية بات ضرورة لإضفاء مزيد من العدالة والإنصاف، وذلك في سبيل إيجاد حلول لفائدة البلدان الإفريقية التي تشهد نسبة تدين عالية. هذا وعبر رئيس الحكومة في كلمته من جهة أخرى عن تضامن تونس اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. وعلى هامش مشاركته في فعالية القمة، التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو. رئيس الحكومة أكد خلال اللقاء استعداد تونس لمزيد تطوير علاقات التعاون مع كينيا في مختلف المجالات على غرار التعليم العالي والصحة والرقمنة. ومن جانبه عبر رئيس جمهورية كينيا عن تطلعه للارتقاء بمستوى التعاون مع تونس في شتى المجالات، مؤكدا المضي قدما في إطار المعاملة بالمثل في فتح سفارة كينيا بتونس مثلما فتحت تونس سفارتها في كينيا، وذلك منذ عام 2017. من الصين إلى كوريا الجنوبية، تتجه تونس شرقا نحو شريكين واعدين، بما يعكس الحرص على تنويع مصادر الشراكة والتعاون والاستثمار في سياق التنمية المتضامنة. تقرير نجيب بن جنات. من زيارة الدولة التي أداها مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين، ومشاركته في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، إلى مشاركة وفد تونسي يترأسه رئيس الحكومة أحمد الحشاني في القمة الأولى بين كوريا الجنوبية وإفريقيا، تتجه تونس شرقا نحو شريكين صاعدين من أجل مستقبل أكثر انفتاحا ووعيا بمتطلبات الاستثمار والشراكة والتنمية المتضامنة في كل المجالات. حدثان يؤسسان لرؤية تونسية استراتيجية واعدة بعد عقود من الشراكات التقليدية مع الغرب وبالخصوص الاتحاد الأوروبي، بما يطرح السؤال التالي: هل تتجه تونس نحو تغيير شراكاتها الاستراتيجية أم أنها المعادلة والتنويع الضروري؟ المحلل الاقتصادي معز حديدان يوضح: أعتقد أنه هذا يدخل أكثر في تنويع الشراكات ومصادر التمويل لتونس. الحليف الغربي هو حليف تقليدي وعنا معه علاقات على جميع الأصعدة وعلاقات متينة، ما نجموش يعني نسكر الباب. احنا يلزمنا النوع، وهذه فكرة جيدة، ان نذهب اكثر نحو الشرق والشرق الصاعد خاصة، ولكن في نفس الوقت نحاول ان نحافظ على علاقاتنا خاصة التجارية والمالية مع الغرب. هذا ليس بغلق الباب امام الغرب، نحافظ ما لدينا عليه مع الغرب، وفي نفس الوقت نذهب لحلول بديلة وشراكات جديدة. لأن أثمرت زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين اتفاقيات تعاون متعددة في مجالات تنموية شتى، فإن المنتظر من مشاركة تونس في هذه القمة الكورية الإفريقية الأولى سيكون طموحا بحجم الرهانات التي تعمل تونس على تجسيدها مع شركاء الشرق بمقدار ما تحرص عليه مع شركاء الغرب. أكدت كاهية مدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي سلوى الذوادي توفر الأضاحي لهذه السنة بشكل يلبي أكثر من حاجية الاستهلاك الوطنية التي لا تتجاوز 900 ألف رأس.
بالنسبة للسنين المتوفرات نتاعنا باش تكون إن شاء الله في حدود 1,012,000 رأس، منها 55% من صنف العلوش، حوالي 33% من صنف البركوس، والبقية برشني. حاجيتنا ما تتعديش 900,000 رأس من الأضاحي، وبالتالي المتوفرات هذه قدرة ربي باش تكون كافية لتلبية حاجيتنا. في تنظيم نقاط البيع وكما اجرات العاده وعاده حسنه دابت عليها وزاره الفلاحه بالتنسيق مع الساده الولايات، تتم دعوتهم لتوفير فضاءات مؤمنه مهيئه. الغايه من نقاط البيع هذه خاصه الحد من ارتفاع الاسعار والانتصاب الفوضوي، تامين المراقبه الصحيه والعمل على احترام معامله الحيوان من خلال زملائنا الاطباء البياطره في نقاط البيع هذو، وخاصه تقريب الخدمه للمواطن. اكد وبخصوص تحضيرات موسم الحصاد، أكد كاهية توم مدير بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان في تصريح لنجاة حسن أن وضعية الموسم لهذه السنة دون المتوسط مقارنة بالمعدلات الوطنية لكنها أفضل من الموسم الفارط، وأضاف أن الهدف من هذا الموسم التقليص من ضياع الحبوب في الحقول والنجاح في عملية تجميع الحبوب بالإضافة إلى حماية الصابة من الحرائق وحقوق الفلاح. أمطار تواصلت لغاية 15 مارس تقريبا، بواد الموسم كانت طيبة جدا، لكن جانا الأسبوع ولا العشرة أيام ارتفعت فيهم درجة الحرارة بصفة كبيرة ياسر. العوامل هذه خلات في فترة حساسة من نمو النبات اللي هي فترة الإزهار ما صارش تلقيح النبتة وما تكونتش الحب في عديد المساحات. 972,000 هكتار هو اللي تم بذرها، يمثل 81% من المساحات اللي تمت برمجتها، بما فيهم 87,000 هكتار هذوما مساحات مروية في حالة طيبة باش تكون صابة دون المتوسط، أكيد خير من الموسم اللي تعدى بكثير. احنا المعدل الوطني لإنتاج الحبوب في تونس هو 17 مليون قنطار، كي نحسبوا العشرية الأخرى كي يقول دون المتوسط باش تكون أقل من الرقم هذا. الاستعدادات الوزارة لموسم الحصاد والتجميع بدأت منذ فترة، الهدف متاعها هو أولا حماية الصابة من الحرائق، ثانيا حماية حقوق الفلاح. تتواصل بمجلس نواب الشعب اليوم وغدا جلسة عامة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمة الصحية والمسؤولية الطبية. رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة نبيه ثابت أوضح أن عديد التنقيحات ستشمل مشروع القانون، منها بالخصوص ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بعدد من المصطلحات الواردة فيها. اليوم كان الانطلاق في المناقشة العامة في القانون هذا، الجلسة مبرمجين انها باش تتواصل اليوم وغدوة، خاطر ثم عديد التنقيحات. احنا كلجنة الصحة وكجهة مبادرة جتنا عديد التنقيحات من المجلس الأعلى للقضاء، تغيير كلمات باش تكون عندها صبغة قانونية أكثر. ثم زاد اليوم الدراسة اللي عملناها في مجلس نواب الشعب، ثم تنقيحات جتنا خذتناها كجهة مبادرة بعين الاعتبار، وثم عديد التنقيحات. دونك باش تتواصل مناقشة القانون هذا على مدى يومين، اليوم وغدوة إن شاء الله، من أجل المسطرة عليه وتمرير التنقيحات الكل. مثلا كلمة الورثة باش نبدلوها، الإهمال الجسيم باش يولي الخطأ الجسيم، ثم إضافة فصول خاصة إجبارية شركة التأمين أنه هي باش تكون بالتعويض، ثم زاد عديد الكلمات الأخرى والفصول الأخرى. وإحنا كجهة مبادرة ارتأينا أنه الحاجات هذه معنا تزيد من تجويد القانون هذا باش نخضع بعين الاعتبار. موجود في القانون من الأول الإطراف التحفظي أو الاحتفاظ بمهنية الصحة إلا بعد الاختبار، إذا أثبت الاختبار أنه ثم خطأ جسيم. وأوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت في تصريح لمنيا السياري أهمية هذا القانون في ضمان حقوق المواطنين ومزدية الخدمات الطبية وتحقيق الجودة في المجال الصحي. القانون هذا أول حاجة هو قانون حقوقي المنتفعين بالخدمات الصحية المواطنين، وحتى المواطنين الآخرين اللي يزدوا في الخدمات الصحية، خاص بزوج المنتفعين والمزديين للخدمات الصحية. نعطيك مثلا الأطباء في القطاع العام تلوج على القانون، خطأ غير قصدي، مانيش نحكي على الخطأ الجسيم، ثم حاجات هو القانون هي خدمة هذه تكنيك برشا تختلف على الأعمال الأخرى الصحة، أنك تخدم في مواطن تنجم تضر المواطن في إعاقة أو تضره في حياته. دونك إذا ما ثمش خطأ جسيم أو ما ثمش إهمال جسيم من الطبيب، اليوم ينجم يخطأ طبيب، المواطن منحطه في التعويض المدني والأدبي والمعنوي والمادي، طبيب زاد منحطه أنه نحميه باش يمشي يخدم هو مرتاح مش خايف. زاد في القانون هذا ثم جودة الصحة، أنه ثم يلزم خلايا في وسط المستشفيات الكل انت الجمهورية التونسية باش تحكي على الجودة باش تحاول تجود في الخدمات. ثم قوانين أخرى باش تتبع القانون هذا اللي باش نخدموا بها، أنه تحفيز الأطباء باش تخدم في تونس، نحاولوا بالطريقة هذه نحسنوا وضعية الصحة في الجمهورية التونسية.
تحول قانون ديكريتو فلوسيا الإيطالية القاضي بانتداب اليد العاملة التونسية إلى وسيلة للتحيل على المهاجرين التونسيين بعقود عمل وهمية، فأصبحوا مشردين في الشوارع. نادر إسماعيل تابعت الموضوع في التقرير التالي. ديكريتو فلوسي قانون تم إصداره سنة 2023 من قبل الحكومة الإيطالية لاستقطاب اليد العاملة المهاجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، يشمل دخول 83 ألف مهاجر في كل سنة من 2023 إلى 2025، من بينها 12 ألف عقد عمل خصصت لتونس. قانون وضع كحل لتنظيم الهجرة، فأضحى وسيلة للتحيل وفتح الباب لتجار البشر، ومن هنا تبدأ الحكاية. فاليوم آلاف من التونسيين يعيشون في المجهول، في الشوارع وتحت الجسور، رغم دفعهم للملايين. سفيان السويعي مسؤول عن مكتب لمرافقة المهاجرين بإيطاليا. كل سنة تفتح عقود عمل على حساب التراب الإيطالي ويقع جنب اليد العاملة من خارج الحدود الإيطالية، لكن للأسف الشديد أثمات الأشياء هي أنه لما الشخص يتحصل على رخصة السفر اللي هي فيزا بطرابعي، لما يسافر تقع فما عملية استرجاع المهاجر التونسي إلى التراب التونسي من الدولة الإيطالية، بالتالي أن عقد العمل مزور أو العرف المشغل وقع سحب رخصة العمل، أو هناك يسرق رخصة المشغل ويستغلها باش يجيبها عديد المهاجرين مطرب التونسي. عقود عمل وهمية يتم اقتناؤها بالملايين، ضحيتها المئات من التونسيين الذين يتم إرجاعهم فور وصولهم إلى التراب الإيطالي بعد تأكدي من إلغاء عقود العمل من قبل المشغلين دون علم المنتفعين. ثلاثة من الناس سواء جايين بالفيزا وبالكونترات وبالباس باسبورات، فكونا الباسبورات وحطونا في شمبرة وزاد عطونا الأوراق هذا ما فهمتني ولا قالونا صح وفاق. خذيت الفيزا من القنصلية متاع تونس بإيطاليا في ألمافيفا، والفيزا متاعي عندها عين. وصلت شرطة الحدود في ساليرنو قال لي أخويا الفيزا متاعك أني لي، والله والله إلا متسلف فلوس بالحق بالحق على أساس باش نرجع فلوس الناس حسن من وضعيتي. حتى جوازات السفر تم التنكيل بها من قبل شرطة الحدود الإيطالية إما بالحرق أو بالشطب، رغم ما تنص عليه المواثيق الدولية التي تضبط كيفية التعامل مع المرحلين قسرا إلى أوطانهم. سفيان السويعي. عند إلغاء الفيزا اللي هي رخصة السفر يقع التلاعب بجواز السفر التونسي ببنار وستيلو من أول صفحة. اتصلنا بوزارة الخارجية التونسية للاستفسار حول الموضوع، وقد أفادتنا في مراسلة أنها اتصلت بالسلطات الإيطالية التي نفت نفيا قاطعا المساس بجوازات السفر التونسية. وفيما يتعلق بإلغاء التأشيرات أكدت أن هذه العملية تأتي بناء على تعليمات صادرة عن المصالح المركزية المعنية، ويعتبر أهم سبب لإلغاء التأشيرة عقود العمل الوهمية بالنسبة لبرنامج ديكريتو فلوسي، وعدم استكمال الدورات التكوينية بالنسبة لمنتفعي برنامج شينو. في بقية أخبارنا الوطنية، تنطلق غدا اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بمشاركة 140213 تلميذا لتتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري في 586 مركزا كتابيا، على أن تعلن نتائجها في 25 من الشهر نفسه. ولضمان حسن استعداد تلاميذ البكالوريا للامتحان ذهنيا وبدنيا، أكدت الأخصائية في علم نفس الطفل المراهقين إيناس بن سليمة أهمية الالتزام بجملة من النصائح. بالنسبة للتلميذ يحاول يركز ديما على نقاط القوة اللي هو يحس فيها روحه، يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية روحه، يقول عملت جهود أنا مش ننجح، يقول حاجات تحفيزية إيجابية نفسه باش يكون ديما فما أمل للنجاح، يحط الهدف متاعه أنه هو يركز قبل كل شيء، أنه يقرأ الامتحان ببير، يفهم مقصود متاع التمارين اللي جي هو، وآخر حاجة أنه خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه الامتحان، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. اثنين ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها حبوب كما البسكوي، ما تخافش ماكلة دسمة، خذ فواكه الجافة تقوي في التركيز، تشربش برشا قوي في الليل، ليلة الامتحان ماذا بك ترقد نوم كافي، قبل ما ترقد ديما ياك المعلومات الأساسية ونقولوا احنا الكلمات السر نتاع المراجعة قولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وقت نرقدوا، الذاكرة بعيدة المدى يعني تنجم الصباح تصبح عليهم وهذاك يفيدك.
كما دعت الأخصائية في علم النفس إيناس بن سليم الأولياء في هذه الفترة إلى دعم أبنائهم وتقديم رسائل إيجابية وتحفيزية. بالنسبة للعائلة وبالنسبة للأولياء ما نوصلوش رسائل سلبية لولادنا على خاطر توا مش وقته، حاجتنا نشجع صغيراتنا نعطيهم الحافز الباهي الإيجابي، نقولوا له فما فرصة، نقولوا له اللي عليك عملته، نحاولوا نشجعوه تركزوا له على نقاط القوة، تقول له كنت هاك باهي في مثلا في المات، هاك باهي مثلا في العربية، هاك ما نعرفش باهي في الفلسفة، ما تخليه يركز ديما على الجوانب الإيجابية والجوانب اللي هو قوي فيها. الكلمة الباهية من عند الوالدين راهي مهمة، تعطي الثقة للصغير باش ما تحسوش بالذنب، وهذا يخلي التلميذ يحس الولي نتاعو قابله في كل وضعيته، يعني ماهوش يغزله كنجاح هكا هو ولا كعدد او كريزلتا، يغزله انه ولده انه تكون في صحه جيده، انه قاعد يعني في مجهود، ونحترم المجهود اللي هي الاولياء بيهم يخدموا شوي هما على نفسيتهم باش صغيراتنا يكونوا ديما في صحه جيده. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص منح جامعية لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2024 للدراسة بفرنسا وألمانيا، فضلا عن فتح عدد من المقاعد بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس في بعض الاختصاصات. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه سيتم انتقاء المتفوقين عن طريق منظرة من خلال الترشح لدورة خاصة بعنوان دورة المتفوقين، والتي تعتمد نتائج امتحان البكالوريا لسنة 24 و2000 وفقا لترتيب تفاضلي للمترشحين، مع تنفيذ المتحصلين على المراتب الأولى على المستوى الوطني في البكالوريا في كل شعب بنسبة 7% من مجموع النقاط. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وفي اليوم 42 بعد 200 للحرب على غزة، كثف الاحتلال الصهيوني اليوم قصفه جوا وبرا مستهدفا عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. ووفق مصادر محلية فلسطينية فقد انتشلت فرق الإنقاذ فجر اليوم جثامين 3 شهداء بعد استهداف غارة إسرائيلية منزلا في حي درج شرق مدينة غزة، بينما استهدفت غارة أخرى الأحياء الجنوبية من المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف. كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلا بمخيم البوريج وتجمعا لفلسطينيين في دير البلح في القطاع الأوسط. ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 36,550 شهيدا وحوالي 83,000 مصاب منذ 7 من أكتوبر الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت شرطة الاحتلال أنها ستنشر نحو 3,000 من عناصرها في القدس المحتلة من أجل تأمين ما يعرف بمسيرة الأعلام يوم غد الأربعاء، وسط دعوات إلى تنفيذ اقتحام جماعي واسع للمسجد الأقصى المبارك. سياسيا، أعلنت الولايات المتحدة توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترح لوقف إطلاق النار كشف عنه رئيس جو بايدن الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم أن قطر تنتظر موقفا واضحا من حكومة الاحتلال وحركة حماس بشأن المقترح الأمريكي، مؤكدا الحاجة إلى ممارسة ضغوط على الطرفين للقبول بهذه الخطة. على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله اليوم استهدف ثكنة رميمة صهيونية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وثكنة معاليها غولاني في الجولان السوري المحتل وتحقيق إصابات مؤكدة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن فشل اعتراض مسيرتين في سماء صفد أطلقتا من جنوب لبنان أدى لاشتعال حريق بالمنطقة اليوم، في حين دعا وزير الأمن القومي المالية في حكومة الاحتلال إلى حرق لبنان وفق تعبيرهما، ردا على اندلاع عشرات الحرائق في شمال الأراضي المحتلة نتيجة سقوط عدة صواريخ ومسيرات أطلقها حزب الله من لبنان. وبطلب من حزب جانتس، ينتظر أن يجتمع مجلس الحرب الليلة لمناقشة التصعيد على الجبهة اللبنانية.
في المقابل قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال اليوم محيط بلدتي حلتة وكفر شوبة في جنوب لبنان بقذائف الفوسفور الأبيض وقذائف حارقة أخرى، فيما استهدفت مسيرة صهيونية سيارة في محيط بلدة يحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في القمة الكورية الإفريقية الأولى، رئيس الحكومة أحمد الحشاني يدعو إلى مراجعة النظام المالي العالمي لإضفاء مزيد من العدالة والإنصاف. وزارة الفلاحة تؤكد توفر حاجية الاستهلاك الوطني من الأضاحية. والكيان الصهيوني يكثف قصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزة. والولايات المتحدة توزع مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.